فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كانت البطاقة الشخصية للنساء غير ملزمة، والآن صارت أمرا واجبا في الجامعات، جامعات البنات، مع استطاعة جعل البصمة. يقول كيف نقوم بإنكار هذا المنكر وفقكم الله؟ بينوا لهم إن هذا لا يجوز، والآن تدعون إن هذه ضرورة وجاءت البصمة تكفي عنها، فإن امتنعوا فهم معاندون، وأنتم أديتم ما عليكم والحمد لله. نعم.